ابدأ بحمل دمبل في يدك براحة يد موجهة نحو جسمك، ثم انحني بخصرك للأمام مع الحفاظ على استقامة ظهرك، وارفع رأسك للأعلى مع رفع ذراعيك العلويتين لتتوازى مع الأرض وبزاوية 90 درجة بينها وبين ساعدك، بحيث يكون كوعك مرتفع عن مستوى جذعك، واستخدم ذراعك الأخرى لتثبيت نفسك على البنش. أطلق نفساً عميقاً، وباستخدام عضلات الترايسبس ادفع الدمبل للخلف حتى تصل ذراعك لحالة الامتداد التام، وركز على تحريك الساعد فقط مع الحفاظ على وضعيتك ثابتة، وتوقف للحظة عند وضعية الشد هذه، ثم عاود الرجوع بالدمبل نحو الأسفل لوضعية البداية بالتزامن مع شهيق عميق. We'll be right back.